اخبارنا هنبتدي بكره اليد. كره اليد الدوري رجال متوقف لان عندنا بطوله افريقيا في يناير، ويناير ده شهر البطولات دايما تعودناه. بطوله امم افريقيا في كره اليد اللي هتقام على صاله واحد باستاد القاهره، بطوله افريقيا لكره القدم والجمباز العديد. يعني انا كنا بنتكلم في حوار مع فريق الاعداد بالكامل، كان شهر واحد عندنا يعني احداث كثيره جدا. طيب كم لاعب من منتخب مصر من النادي الاهلي تم استدعائه من النادي الاهلي؟ 12 لاعب، 12 لا 13 لاعب، 13 لاعب تم استدعائهم من خوان كارلوس باستير المدير الفني الاسباني اللي بيتولى مسؤوليه الفنيه المنتخب مصر لكره اليد. طب البطوله هتتلعب من امتى؟ من 17 ل 27. طب هل 13 لاعب دول هم الفاينل هيكونوا مع المنتخب؟ لا. طب المنتخب كان عنده مباراة مهمة مع السعودية، كان أول امبارح وفزنا 33-27 في مباراة شارك فيها الجميع عشان يقدر يجربهم. دي لقطات من مباراة السعودية اللي كانت في المركز الأولمبي. طبعا حضراتكم حافظين الصالة دي خاصة بعد مباراة كرة السلة السيدات اللي قلناها لحضراتكم الحلقة اللي فاتت أو يوم الأربع اللي فات، يوم الأحد اللي فات، أنا آسف، يوم الأحد اللي فات. دي صالة المركز الأولمبي. طيب هل ال 13 لاعب دول اللي هيكملوا؟ لا، مش ال 13 لاعب دول اللي هيكملوا، بيختار منهم مجموعه. ولكن كون ان يعني يحصل كول ل 13 لاعب من النادي الاهلي فيدلك قد ايه النادي الاهلي يعني مستر خوان كارلوس معجب بامكانيه لعبته. طب نقول ال 13 لاعب مع بعض: ابراهيم المصري، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن فيصل، عبد الرحمن طه، كل دول حراس مرمى، فيصل حميد وفيصل وطه. بس طبعا حضرتك عارفين فيصل بيلعب بره في المانيا. وعندنا عمر خالد، وعندنا كاستيلو، واحمد هشام سيسا، ومحسن رمضان، واحمد عادل، وياسر سيف، ومحمد مجدي، واحمد خيري، ومحمد لاشين، وبلال ابراهيم. زي ما حضراتكم شايفين كل المراكز: خط خلفي، حراسه مرمى، وينجات، وعندك كمان يعني كل الاعمار. المسابقات المحليه طبعا متوقفه، ان شاء الله بعد كاس افريقيا هتبتدي البطولات. كان اخر اشتراك لينا او اخر منافسات كان بطوله السوبر المصري مع نادي الزمالك في دوله الامارات الشقيقه، واللي انتهت بنتيجه 26-24، وعلى اساسها توج النادي الاهلي بطلا للسوبر المصري. كل التوفيق لفرق النادي الاهلي او فريق كره اليد النادي الاهلي، وكل التوفيق اكيد لمنتخبنا اللي يعني كرة اليد خلاص الناس بتحبها، وبقت لعبة شعبية تانية شئنا أم أبينا، بنتيجة أو بنتائج منتخبها بقت لعبة شعبية تانية في مصر.